يحتفلون بموته، وكفى بذلك قبحا وضلالا وجفوة وإعراضا وخزيا وندامة. وعلى فرض أنه ولد في 12 من ربيع الأول، فإن صاحب العقل السليم يدرك أن الفرح في تلك الليلة ليس بأولى من الحزن على وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة ما أصيبت بأعظم من فقده صلى الله عليه وسلم، لكنها القلوب الضعيفة الإيمان التي غلبت عليها الأهواء والشبه، فالله المستعان. ولو كان احتفال لكان الاحتفال ببعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بالنور من ربه سبحانه وتعالى، لكن ما أمرنا بذلك. وقد روى الطبراني بسنده عن عطاء رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في النار، وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في النبي محمد، لأن ذكرك لموته صلى الله عليه وسلم يهون عليك موت أعز الناس إليك من ولد ووالدة وحبيب وغير ذلك. إنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه واقتفاء أثره، نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحب أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعلنا من عبادك المتبعين للمبتدعين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومن نحب من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا ويسر أمرنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لهم من البارين، واجعلهم عنا راضين، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد. اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغث القلوب بطاعتك، وأغث البلاد بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أزل هذه الغبرة عنا يا سميع الدعاء، واخلفنا بها مطرا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا أرحم الراحمين. أنت على كل شيء قدير، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا غرق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا سميع الدعاء. اللهم أنزل علينا السماء مدرارا، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا الغيث مدرارا يا سميع الدعاء. أنزل علينا من
واستجب دعاءنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا ويسر أمرنا. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم إنا شيء من خلقك فلا تحجب عنا فضلك بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الخافض وأنت الرافع، وأنت المعز وأنت المذل، وأنت الغني ونحن الضعفاء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. لا لا يا رب العالمين، لا غنى لنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا يا سميع الدعاء. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين.